بكم مشاهدينا لأحوال الطقس ليوم السبت. طقس مائل للبرودة شمالا وحتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، بارد في أول الليل وشديد البرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد. وننتقل إلى أحوال الطقس في محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل الكبرى 21 والصغرى 12 والأجواء صافية نهارا وغائمة ليلا. وفي الإسكندرية تسجل الكبرى 21 والصغرى 13 والجو صافي صباحا وغائم ليلا. أما في بورسعيد تسجل الكبرى 20 والصغرى 16 والجو صافي نهارا وغائم ليلا. أما عن أسيوط تسجل الكبرى 24 والصغرى 10 والجو صافي نهارا وليلا. وفي المنيا تسجل الكبرى 22 والصغرى 9 والأجواء صافية نهارا وغائمة ليلا. أما عن شرم الشيخ تسجل الكبرى 24 والصغرى 18 حيث الصفاء صباحا وغائم ليلا. أما عن أسوان تسجل الكبرى 27 والصغرى 14 والجو صافي نهارا وغائم ليلا. وفي الأقصر تسجل الكبرى 26 والصغرى 12 حيث الأجواء الصافية وغائمة ليلا. وفي حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 27 والصغرى 18. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بالعاصمة العربية القدس، حيث تسجل الكبرى 15 والصغرى 5، وفي دمشق تسجل الكبرى 15 والصغرى 2، أما عن الرياض تسجل الكبرى 18 والصغرى 3، وفي أبو ظبي تسجل الكبرى 24 والصغرى 21، وفي الجزائر تسجل الكبرى 14 والصغرى 8، وأخيرا في طرابلس تسجل الكبرى 18 والصغرى 10. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء.